اسكندرية أبدعت في استضافة بطولة الأندية العربية، اسكندرية توهجت بأبطال بلاعبين كرة سلة من 11 دولة عربية ب 18 نادي، تخيلوا على مدار الأيام الماضية. عرس كبير لكرة السلة العربية في جمهورية مصر العربية، وعريس الليلة، عريس الليلة عم بيكون النادي الأهلي اللي معودنا على مختلف البطولات، وإن كانت هذه هي البطولة الأولى له على مستوى بطولة الأندية العربية. 3 مرات خسر المباراة النهائية. سيف سمير عجبتني كثير بهالبطولة، كنت لاعب رائع جدا يا سيف، لاعب بدرس حركات لاعبي الارتكاز، بدرس ببروده تحت الباسكت، بأعصابه الهادية. لاعبين الشبان أيضا اللي قدمهم الكوتش أغوستين، عمرو زهران كان مدافع رائع، عمر طارق عرابي استرجع مستواه وإن كان مع منتخب مصر كان حاضر بقوة. ما بدي أنسى أي لاعب من هاللاعبين من هالنجوم من هالأبطال، عمر عزب وكأنه بيلعب بالنادي الأهلي منذ سنوات، هو القادم من سموحة، أحمد حمدي، أحمد مهيب، محمد أبو النصر، عبد الله ناصر، كل نجوم الأهلوية، كل نجوم الأهلوية، القرحي، الكوتشينج ستاف، عمرو الجندي، الحاضر الغايب، جماهير الأهلوية في كل مكان. تذكروا هاللقطات لأنه فريقهم رجع من مكان كتير بعيد بعد 21 سنة بقيادة هذا الماجيك، الماجيك الجديد. نعم هذا الماجيك، السحر الباسكتبول للنادي الأهلي. إيهاب أمين أفضل لاعب في بطولة الأندية العربية 2021 بيرجع بقيادة هذا المدرب الإسباني اللي بيعرف طعم النجاحات مجددا، لكن هذا أول لقب له مع النادي الأهلي، ليكون قرار التعاقد مع أغوستين قرار في مكانه لسنتين وقد يستمر أكثر، لأنه الأهلي عودنا على الاستقرار. الاستقرار مو بس بالكوتشينج ستاف، مو بالمدربين، لا، الاستقرار بكل شيء داخل القلعة الكبيرة، داخل أكبر قلعة في مصر. طارق الغنام من أكبر قلاع كرة السلة كذلك، هذا اللي احتفل بعيد ميلاده قبل أيام، وسابقا خسر نهائي بطولة الأندية العربية، لكن بيرجع كمدير إداري وبقول أنا حاضر لأكون في بيت النادي الأهلي، لا أرجع بجيل جديد بتشكيل جديدة وأكون بطل للأندية العربية 2021. شوفوا هاللقطة قدي حلوة، شوفوا هالأبطال اللي واقفين خلف كبار الحضور، كبار الحضور منهم أيضا أساطير يترأسهم أكيد على مستوى أساطير الرياضة، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. فرحة كبيرة ولحظات بيستناها الأهلوية من زمان، من زمان بيستناها. وهنا سعادة اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة بيسلم الكابتن محمود الخطيب كأس بطولة الأندية العربية 2021، والسلام الجمهور المصري، سلام جمهورية مصر العربية. بلادي بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي، كل الحب لكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، محبي كرة السلة العربية أينما كنتم، كل حب لجماهير النادي الأهلي، وأكيد كل التوفيق والنجاح، وكل منقول ألف مبروك للنادي الأهلي هذا النجاح الكبير وهذا اللقب الغالي. مع هاللقطات مشاهدينا الكرام بودعكم، أنا أشرف سمارة على أمل أن ألتقي بكم دائما مع مباريات وبطولات الأندية العربية لكرة السلة. بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، ألف مليون مبروك، ألف مليون مبروك مجلس إدارة النادي الأهلي، ألف مليون مبروك
اللاعبين، ألف مليون مبروك الجهاز الفني والإداري والطبي، ألف مليون مبروك جمهور النادي الأهلي الكبير والعظيم، ألف مليون مبروك مصر كلها. النادي الأهلي بطل العرب، النادي الأهلي بطل العرب لكرة السلة 2021 في لقبه الأول في التاريخ. النادي الأهلي النهاردة يستطيع أن يأتي من بعيد في الوقت اللي ما كانش مرشح فيه النادي الأهلي البطولة، استطاع أن يحسم البطولة بدون هزيمة واحدة. النادي الأهلي بكل مبارياته اللي فاتت في البطولة العربية استطاع أن يحقق الفوز وصولا إلى المباراة النهائية بالفوز 78-66. ألف مليون مبروك ليلة ولا ألف ليلة للنادي الأهلي وجماهيره، ليلة ولا ألف ليلة لكرة السلة الأهلوية، ليلة ولا ألف ليلة لمصر كلها الحقيقة، لأن ما أحلى النصر ويأتي بعد تعب وعناء وشقاء في بناء هذا الفريق اللي حضراتكم شايفينه. لقطات تاريخية، الفرقة كلها طبعا تاني بطولة على فكرة، يمكن دي البطولة الثانية للفريق، بطولة القاهرة والجيزة كانت من أيام حسمها الفريق، والنهاردة بيحسم بطولة البطولة العربية في انتظار إن شاء الله مزيد من البطولات الأفريقية والدوري. عايزين ألقاب كتير في كرة السلة. كابتن سيد هاجي لحضرتك، يعني عطشانين بطولات؟ يعني الحمد لله البطولة دي كانت مستعصية علينا جدا، يعني احنا يمكن ثلاث أجيال مختلفة بعدين، الثلاث أجيال كل واحد منا لعب نهائي من النهائيات وما كسبناهاش،